عالسفرة مع هلا. التبولة، المقادير: 3 ضمن بقدونس كبيرة، 5 حبات بندورة، ربع كوب نعناع أخضر، زيت زيتون حسب الرغبة، نص كوب برغل، ملح وفلفل حسب الرغبة، وعصير ليمونة. طريقة التحضير: منغسل البرغل منيح ومنصفيه، منضيف عصير الليمون للبرغل ومنتركه منقوع. منفرم البقدونس والنعناع فرم ناعم، منحط البقدونس والنعناع بمصفاية ومنتركه ليتم تصفيته لمدة ساعة. منفرم البندورة تفريم ناعم، ومنفرم البصل كمان تفريم ناعم. بوعاء عميق منحط البقدونس، النعناع، البندورة والبصل، منضيف الليمون والبرغل ومنقلب. منضيف الملح والفلفل ومنقدم التبولة مباشرة. وصحتين وعافية. عالسفرة مع هلأ.